زعما شنو اللي خير، تخلص 3 ملايين في تونس ولا 2000 يورو في فرنسا؟ علماء الاقتصاد ديما يحاولوا يقارنوا القدرة الشرائية عند المواطنين في كل بلاد، يحبوا يحسبوا بالضبط قديش تعب العباد. أما باش يعرفوا زادة القيمة النسبية نتاع العملات ما بين الدول، شي يعملوا؟ يشدوا قفة نتاع قضية فيها أكثر من 3000 برودوي وسيرفيس، ويعدلوها على سوم الصرف، يعني بقديش يتباع اليورو والدولار، وهكا يعرفوا سوم العملة في السوق أقل ولا أكثر من قيمتها الحقيقية. المفهوم هذا اسمه PPP، Purchasing Power Parity. نقصدوا به قديش لازمك فلوس في بلاد مثلا فرنسا باش تشري نفس الحاجات بالضبط اللي اليوم تشريهم في تونس. فما ديسيد كما اللي حطيته في الديسكريبسيون يعاونوك تحسب الشهريه في كل بلاد قديش لازمها تكون باش تعيش نفس النيفو دفي نتاعك اليوم في تونس اما في بلاد اخرى. ما تشوفش اللي 2000 يورو يجيو بسوم الصرف اليوم 6725 دينار، دونك هي خير. باش نجاوب على السؤال الاول، بالكل 3000 دينار توانسه يجيو في العيشه قد 2279 يورو في فرنسا، قد 2335 يورو في المانيا، قد 3920 دولار في كندا. يعني تنجم تشري اكثر حاجات ب 3 ملايين في تونس من 2000 يورو في فرنسا. اما السؤال كان يخيروك انت بين الزوز، شنو تختار؟